بتقول السلام عليكم، هل يوجد صفقة مهاجم قبل قفل القيد؟ بص يا حسام، وده هرد بقى بيه على رسائل كتيرة جدا في موضوع المهاجم. يعني السنة اللي فاتت وانا بستعرض فرقة النادي الاهلي قلت لكم الاهلي مش محتاج حد، وكانت قصة المهاجم دي مش عليلة والناس بتتكلم عليها، وقلت لك ان النادي الاهلي عنده مهاجمين كتير، عنده ناس، عنده اسماء يعني. وعلى فكرة انا ما زلت عند رأيي ان محمد شريف من اهم المهاجمين في تاريخ النادي الاهلي، ودور على ارقامه وابحث عن ارقامه هتلاقي كلامي صحيح بنسبة 100%. وكان الاهلي استعان او ضم شادي محمد، وشادي كان بدأ الدوري سجل اول هدف الاهلي في مرمى الاسماعيلي، صحيح ما سجلش غيره لكنه ما حدش يتكلم عنه غير انه يعني شادي حسين عفو، فيعني مهاجم كويس بس باخته مش كويس. لكن كان عندك محمد شريف، شريف على فكره شريف بقى الهداف التاريخي الاهلي في مرمى الزمالك يعني. فمع رحيل محمد شريف لا، الاهلي محتاج مهاجم طبعا. واوعى تقول لي انه الاهلي يعني بكل ما يملكه، لسه بتكلم على انه عنده امكانيات وعنده فلوس وعنده، ما تقول لي ان الاهلي مش قادر يجيب مهاجم، وعنده لجنة سكواد كابتن هاني رمزي ولجنة تخطيط كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف ولجنة تعاقدات أمير توفيق. لا طبعا الأهلي قادر جدا سواء ماديا أو فنيا، والدنيا لن تتوقف على سوزة يعني. فكل الحياة ما بنسأل ونعرف، مرة يقول لك سوزة خلاص، معلومات يا جماعة، سوزة هو سوزة موقع، أنا بقول لك هو سوزة موقع للنادي الاهلي ومخلص كل حاجه والنادي موافق وكل حاجه، الكلام ده انا بقوله بقى لي اكتر من اسبوعين، والمدرب رافض. الكلام بقى انه الاهلي بعد ما بيخلص مع واحد سوزا يرجع لهم لا انا جاي انا راجع انا حاضر، انا الوقت بيجري يعني. فانا برضو بالنسبه لموضوع المهاجم اخر المعلومات اللي عندي انه، والاهلي كان مخلص مع مهاجم مغربي على فكره، والدنيا كلها كانت تمام التمام و100 فل و14، فكل شويه بيرجع لك موضوع المهاجم في النادي الاهلي ده عشان يبقى الكلام واضح يعني. قفل القيد مش موجود خلاص، زي ما يقول لك اوكي احنا خلاص تقبلوا الامر. فاكرين لما كان بيطلعوا بقى ويقول لك ثلاث صفقات وخلصنا اربع صفقات وخمس صفقات، وانا اطلع اقول لك ما فيش ولا صفقه، فالزملكاويه يطلعوا يهاجموني، وانت ليه بتحارب الزمالك يا عم؟ انا بقول لك واقع. اقول له الاول خلص ايقاف القيد، راح مسرب لنا خبر انه جالهم فلوس الجزيري في المشاركة في كاس العالم ومش عارف المشاركة في البطولة الافريقية، وانه مجموعة هتدفع بتاعه وان هيسددوا الفلوس وبالتالي يتم رفع ايقاف القيد. طيب ماشي اوكي، ده ما حصلش. طب وبعدين يا جماعة يعني، طب نقول ايه؟ ما هو انا عايز اجمل الصورة على قد ما اقدر. انا هقرأ لكم شوية رسائل، ناس كلها بتتكلم في الرسائل ان الموضوع يعني انت بتدافع عن حقوق النادي الاهلي وبتعمل للنادي الاهلي وبتخلي النادي الاهلي، ويا ريت حد بيخاف على الزمالك زي ما انت بتخاف كده واحنا بنحيي فيك ده يعني. اهو مثلا صباح الخير يا كابتشوبير، رغم ان انا زملكاوي من 55 سنه، حضرتك الاعلام الرياضي رقم واحد في مصر، متشكر. دفاعك عن النادي الاهلي باي صوره وترميع نجومه وغض البصر على اخطائه شيء لا يعيب حضرتك بالمره. عن نفسي اتمنى ان يكون هناك اعلام اعلامي زملكاوي في قدراته وكفايه حضرتك معطى تمنياتي لابن حضرتك الموهوب بالتوفيق ان شاء الله سمير عباس. فين يا سمير؟ ما هو انت عندك صوره نادي مستقر وهادئ وما عندوش مشاكل ومسدد فلوسه وعامل معسكره وجايب لعبته والهجوم عليه كله انه ما جابش مهاجم لحد دلوقتي، ودي نقطه هنتكلم فيها بعد شويه، ونادي معلوش مديونيات، الدنيا ماشيه معاه بشكل حلو، واخد بطولات، نجح افريقيا، نجح محليا، نجح في كل الالعاب، هتقول عليه ايه يعني هتطلع إيه يعني؟ انا متاسف والله ما رقوش في الورد عيب قالوا احمر الخدين. طب هتقول ايه يعني؟ ايه اللي انا اقدر اقوله يعني انتقاد لما يكون في حاجه غلط بنقولها؟ ما انا امبارح اتكلمت على اللعيبه بتوع النادي الاهلي وازاي عايزين ما يلعبوش ماتش اثيوبيا، قلت لا طبعا لازم يلعبوا، لازم يكونوا موجودين، ولازم ولازم ولازم، وفكره خاطئه والناس اللي بتتكلم الكلام ده مش مظبوط، وبعدين هيبقى عندك وقت كويس ما بين المباراه والمباراه اسبوع، لا اللعيبه لازم تكون موجوده. لكن هقول ايه يعني؟ هو المشكله حضرتك، ما المشكله يا استاذ سمير انه البعض فضل يدافع بمبالغه شديده جدا لحد ما في النهايه وصلنا للي انت شايفه ده. بلاش داري على دي، ما تقولش دي، ما تتناولش ده، ما تتكلمش في ده، ما تقولش ده، خلي المركب تمشي. طيب يا سيدي والله
ما هو طب ما بنحاول بقدر الامكان. طب وفي النهايه، في النهايه زي ما انت شايف الوضع عامل ازاي، يعني ما فيش سيوله ده عشان يجمعوا مرتب الراجل. الراجل ما سافرش بلدهم، فضل قاعد عشان يضمن فلوسه ياخد الثلاث شهور اسوري. في نفس الوقت الاهلي بيجدد له كولر وبيزود الجهاز واحد والدنيا تمام. حتى لما جم ساعه الرعاه قال لك ادي اول راعي وفي سته رعاه كمان، وفي الاخر ما هو راعي موجود. وفي البركه زي ما بيقولوا اخواتنا في الصعيد، يقول لك فيك البركه، في البركه. طب وبعدين يعني، طب ما هقول ايه، ما هو خليك مكاني بس قول لي، قول لي اقول ايه يعني. والله الواحد ما عارف يعني، ربنا يكون في عون الناس اللي هتيجي الفتره اللي جايه. لانه كل ما كنا نتكلم عن المشاكل دي تطلع مش عارف ايه، حاضر هنسكت مش هنتكلم مش هنقول حاجه. وانت بتتكلم النهارده لما بتكشف مشكله ما بتكشف للصالح، وانت بتكشف مشكله تصفيه حسابات. يا جماعه للمره الالف يا جماعه، مين اللي يصفي حسابات مع جماهير اهلي ولا زمالك ولا؟ محدش يقدر يصفي حسابات مع جماهير. انت بتبين اخطاء، وكمان احنا ميزتنا من فضل الله انك بتقول حلول. بصراحه يعني الواحد زعلان، وانا بقول الكلام ده والله العظيم الواحد زعلان. ازاي يعني الزمالك ما افقد في الهاندبول، وما افقد في السله، وما افقد في الطايره، وما افقد في الكوره، وشغلانه كبيره جدا. يا جماعه انا هقول لكم بس عشان الاخوه اللي بيزعلوا مني، الاهلي والزمالك استلموا مع بعض تقريبا الاراضي بتاعت اكتوبر عشان يتعمل فروع. الاهلي بنى وعمر وشيد وما شاء الله بقى صرح، وكل شويه بيعمل فيه تطوير من زمان في الشيخ زايد، وعدى وفات من سنوات طويله جدا، وبقى عنده عضويات قد كده في الشيخ زايد، وبسم الله ما شاء الله بتجيب له ايراد قد كده للنادي. وبعد كده راح كمان على التجمع جاب ارض وعمرها وبناها وشيدها، وبقى فيها عضويات قد كده بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي بيفكر في فرع العالمين، وبيفكر في فرع في المنصورة، ولسه الزمالك صحراء جرداء ما فيهاش ماء، فيها رمل فقط لا غير. وكل شوية اطلع استاد الزمالك ومش عارف ايه، طب فين؟ والناس تزعل مننا. تخيلوا لو الملعب، لو الفرع ده كان اتعمل، كان جاب للنادي فلوس قد كده ومبالغ قد كده. انا ضد ان انت ترمي الحمل كله على شخص واحد، ما ينفعش. مفيش كرة في العالم كده، مفيش اتحاد في العالم كده، مفيش رابطة في العالم كده، ما ينفعش شخص واحد. بالعكس، لان الناس بتفكر ان انا بهاجم عامر حسين، بالعكس لازم الناس تساعد، لازم الناس تساند، ولازم الناس تسند، لازم الناس تبقى موجودة عشان نعرف نشتغل بجد. هيشتغل ازاي يعني؟ هو هيشتغل ازاي عامر لوحده يعني؟ هيشيل حمل دوري وكاس ورابطة ومش عارف ونخبة بأمارة ايه يا جماعة؟ انا الحقيقه مذهول من الطريقه. وبعدين الناس كلها بتتقدم وبتتغير وبتشتغل وبتطور، واحنا لا، احنا يعني لو محلك سر يبقى كويس. والله بتكلم جد، لو محلك سر يبقى كويس. بس الناس مشغوله. كابتن شوبير هو مين مهاجم الاهلي؟ بجد هو ده اللي يهم، مين مهاجم الاهلي؟ او مشاكل الزمالك والقيد والحدوته لا موضوع الزمالك هتكلم فيه النهارده كتير. يعني ايه اللي وصلنا لهذا الحد يعني، من مشاكل ومشاكل مع اتحاد الكوره ومشاكل مع الاتحاد الافريقي ومشاكل مع كان مع قيد. وكل شويه امبارح جاي جواب 25,000 فرنك لو ما اتدفعوش في موضوع خالد بوطيب قبل 15 سبتمبر هيتأيد الحكم اللي بيقترب من 3 مليون يورو. ده كده الزمالك ايه في الرسم يا جماعه؟ ايه القصص دي؟ انا عايز اقول لكم حاجه تفتح النفس كده على الصبح، اكيد هنلاقي حاجه تفتح النفس وهنقولها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده، وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احمد شوبير النهارده اتكلم بصراحه على المهاجم، وان المهاجم ضروري واساسي في النادي الاهلي الفتره القادمه. طبعا اتكلم على موضوع سوزا، واتكلم على وقف القيد للزمالك، ان الزمالك ممكن يعني لا قدر الله ما يقدرش لا يشوف حل لوقف القيد ولا يقدر يتصرف الفتره الجايه. احنا شفنا الزمالك عنده ازمات كتيره جدا، شفنا النادي من اسوأ لاسوأ، شفنا النادي في تدهور، شفنا اللعيبه كلها عايزه تمشي دلوقتي، شفنا النهارده زيزو
زيزو ليه مستحقات من الموسم اللي فات 10 مليون جنيه لحد النهارده لسه ما خدهاش. وشفنا كمان ان الزمالك لازم لازم يدفع، يعني عندك فلوس، فلوس لعيبه، فلوس بطيب، فلوس كتير لازم يدفعها، خلاف فلوس الاتحاد كره القدم المصري. فاحنا بنتمنى الخير ان شاء الله لنادي الزمالك، وبنتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في حكايه المهاجم، لان المهاجم يا جماعه عامل ازمه كبيره جدا. ما ينفعش النادي الاهلي يكمل الموسم من غير مهاجم، ما عندناش اي مهاجم صريح غير صلاح محسن فقط لا غير، وكهربا. فبنستنى ان شاء الله ونشوف ايه اللي هيتم باذن الله تعالى. وممكن يكون سوزا، لان سوزا ممكن يكون موجود معانا في يناير، فهنشوف ان كان كولر هيقدر يمشي باللعيبه الموجوده ويقدر يكمل بيهم الموسم لحد يناير، او في مهاجم قادم ان شاء الله باذن الله تعالى. فربنا يكرم وان شاء الله نشوف الاهلي في احسن لاحسن.